السلام عليكم، كل سنة طيبين. احنا طبعا تالتة ثانوي، عندنا امتحان آخر السنة وعندنا 4 وحدات. النهاردة هنتكلم على عامل مشترك بين الوحدات الأربعة. بمعنى إيه؟ أنا عندي المنهج فيه كلمات وفيه أفعال وفيه قواعد، عايزين نربط الأفعال دي بالقواعد المكررة لكل وحدة. يعني أنا مثلا هتكلم على المحددات. ايه المحددات؟ اللي هي بتظهر نوع الاسم اللي بعدها، هل هو مفرد، هل هو جمع، هل هو مذكر، هل هو مؤنث. طب انا عندي 4، عندي دو، دولا، دو الى اسطرف، وعندي كمان دي. نسميهم ارتيكل بارتيتيف، نسميهم ارتيكل كونتراكتيف، نسميهم زي ما نسميهم، مفيش مشكلة. أنا اللي يهمني أعرف إن دو يجي بعدها مفرد مذكر، دولا مفرد مؤنث، دو إلا أسرف مفرد مذكر أو مؤنث بس يبدأ بحرف واي إن، دي بتجمع بنوعين. طيب علاقتهم بقى في الوحدة الأولى، لما نيجي مثلا فيرب زي فيرب فير، فيرب فير اللي هو احنا عارفين تصريفه، جو في، تو في، إل في، إل في، نو فيزو، فو فات، إل فو، وكمان أون في. فيرب فير لو هتكلم على رياضة بمارسها ممكن استخدم فيرب فير. طيب الرياضة دي نوعها ايه؟ لو مثلا أنا فير هأمارس رياضة كرة القدم يبقى أقول جو في فو فوتبول، يبقى لازم أعرف الفوكابولير او الليكسيك بتاع الوحده الاولى اللي هو يشمل رياضات، انواع الرياضات، المذكر والمؤنث واللي بادئ بفايان. بمعنى مثلا انا عندي ايه الرياضات المذكر؟ فوتبول، باسكت بول. الو حد معانا؟ الو سامعين كده؟ نقول تاني، احنا بنتكلم على القواعد بتاع الوحدة الأولى، عندنا فيرب فير. لو هنتكلم على الرياضة، لأن الوحدة الأولى بتتكلم على جميع أنواع الرياضات، يبقى فير دو فوتبول، دو تنس، فولي بول، هاند بول، باسكت بول، وكمان جودو. يعني فير هنا بنتكلم عن الرياضات اللي سواء بنلعبها بكوره او بنلعبها بدون كوره، زي الناتاسيون اللي هي السباحه، نقول فير دو لا ناتاسيون. الفروسيه ايكيتاسيون بس بادئه بفويال، يبقى فير دو ايكيتاسيون. هعمل كده نموذج، يبقى فير دو تنس. طب وهنا فير دو لا ناتاسيون، فير دو ليكيتاسيون، او فير دو ديسكريم. ديسكريم اللي هي رياضه المبارزه بالسيف. تمام. ودي بقى اي رياضه كان ده بالنسبه للوحده الاولى. انا اتكلمت دلوقتي على الارتيكل كونتراكتين بتاعه الوحده الاولى اللي هم دو دولا دو الا بوسرو دي. طب الفيرب اللي بيجي معاهم هو فيرب ايه؟ هو فيرب فير. خلاص ده بالنسبه للوحده الاولى. هما الارتيكل والكونتراكتين دول بيجوا مع حاجه ثانيه في الوحده الاولى برضه، اللي هي ايه؟ عندنا فيرب جوي، عندنا فيرب ايه؟ جوي. طب جوي يعني يلعب، بس لما يجي إيه معاه الارتيكل والكونتراكتين اللي هما دو دولا دو الا بوسرو دي، مش هينفع يجي رياضة. امال يجي ايه؟ يجي الآلات الموسيقية. زي ايه؟ عندي كلمة بيانو، عندي كلمة بيانو، يبقى اقول جوي دو بيانو. طب ايه تاني غير بيانو؟ عندي كلمة فيولون اللي هي الكمان، اللي هي آلة موسيقية. يبقى فيرب جوي يجي على الآلة الموسيقية، بس لابد يسبقها هما برضو اللي قلناهم بتوع
الرياضات مع فيرب فيه اللي هما دو دو لا دو إلا فاصون دي. يبقى فيه جوي دو بيانو، جوي دو فيولون، جوي دو لا ترومبيت. ترومبيت اللي هي آلة النفير، تمام؟ طب ودو إلا فاصون أورج، أورج. طب وبقية الآلات الموسيقية اللي احنا عارفينها لا مش مكرر عليك، هم دول مكررين عليك اللي انت المفروض تعرف. يبقى احنا شفنا دو دو لا دو إلا فاصون دو جه معاهم رياضات بس كان فيرب فعل، ودلوقتي جه معاهم أدوات موسيقية بس الفيرب هو فيرب جوي. ناخد بالنا إن في أفعال هي اللي بتحرك القواعد، بتلزمني بقاعدة معينة. يعني جوي زائد آلة موسيقية يبقى لازم أستخدم دو دو لا دو إلا فاصون دو. طب احنا شرحنا قبلها قلنا فير زائد لعبة رياضية سواء بكرة أو بغير كرة، يبقى فير ديو دو لا دو إلا فاصون دو. يبقى دول ثابتين معايا في الوحدة الأولى، سواء كرياضة سواء كآلة موسيقية مع اختلاف الفير. طيب نيجي بقى للوحدة الثانية، هنستخدمهم مع هذه الأفعال اللي هم فيرب ايه؟ فيرب مونجي. يعني ايه مونجي؟ يعني ياكل، فيرب بوار يشرب، فيرب اشيتي يشتري، فيرب بروندر يتناول او ياخذ، تمام؟ بس هيجي معاهم بعد كده مأكولات والمشروبات، يبقى هم برضو الارتيكل كونتراكتي دو دو لا دو الا بصرف دي بقى لهم شغلانه ثانيه بس مع افعال ثانيه اللي هي مونجي بوار اشيتي بروندر. مونجي ياكل، بوار ياخذ، ها اشيتي يشتري، بروندر يتناول، وناخد معاهم كمان فولوار يريد. يبقى الافعال دي هتاخد دو دو لا دو الا بصرف دي. ويجي بعدهم بقى المأكولات والمشروبات اللي هي دخلنا بقى في الوحدة الثانية بنفس الايه الجرامير اللي احنا بنتكلم عليه. طب ما عندي ما اسمها مأكولات، في مأكولات سكرية، يعني في حاجات سكرية زي الايه بنسميها برودوي سكري. يعني ايه برودوي سكري؟ يعني منتجات سكرية زي الايه زي ميل اللي هو العسل، ميل العسل. يبقى اقول ايه؟ جو مونج دو ميال، واخد بالك؟ او ممكن اقول جاشيت دو ميال، ممكن اقول جو فو دو ميال او جو فودري، وممكن اقول جو برون اتناول دو ميال. طب ليه قلنا دو؟ لان الميال مسكر. طب ايه تاني غيره؟ مواد سكريه، شوكولا، شوكولا برضو مواد سكريه مسكر. وايه كمان؟ بونبون اللي هو النوع من الحلوى اللي هو بلبس بومبو. يبقى عندي ميل وعندي شوكولا وعندي بومبو وعندي كمان جاتو، بس هنا جاتو مفرد. يبقى اقول جو مانج دو ميل، جو مانج دو شوكولا، جو مانج دو بومبون، ها جو مانج دي جاتو. طب ودو لا للمأكولات اللي هي قصدي بنتكلم على احنا بنتكلم على المأكولات اللي هي خاصة بالبرودوي سكري. طب في عندي كمان مأكولات بس ماهيش برودوي سكري انما تعتبر برودوي ايه؟ برودوي ليتيه اللي هي منتجات الألبان زي الفروماج الجبنة، زي ايه؟ فروماج الجبنة دي تعتبر ايه؟ منتجات ألبان. ياقور اللي هو الزبادي يبقى ياقور. طبعا كل الكلام ده موجود في الكتاب وواضح، كل ما عليا ان انا بس افتح الكتاب وابتدي اعرف ايه انواع المأكولات، هل دي مذكر هل دي مؤنث،
ومع هذه الأفعال لابد أن يسبقها دي دو لا دو إلا بوسبيلتي. طيب عندي كلمة فيوند لحمة هنا مؤنث يبقى فيوند تيجينا. طيب السمك مذكر يجي بواسون يبقى هنا تبع دو. يبقى كل ده هيبقى تبع دو. Je mange de la viande. طب ايه تاني؟ مربى كونفيتور. انا بتكلم دلوقتي على دخلنا في الوحده الثانيه اللي هي المنتجات السكريه، منتجات الالبان، منتجات اللحوم، تمام؟ زي فيوند، زي سوسيسون، وكمان ممكن نقول بولي اللي هي الفراخ. طب ودول ايه بقى بصرف لمين؟ دي المأكولات اللي هي بديهة بحرف فاينل. طب ودي للمأكولات اللي هي جمع. طب الكلام ده بيتم مع أفعال إيه؟ قلنا مانجي، بوار، أشيتي، بروند، فولوار. يبقى نفس الأرتيكل كونتراكتي دي اشتغلت معايا في الوحدة الأولى، اشتغلت معايا مع فيرب جوي زائد دو دو لا إلا بصرف لي، بس يكون آلة موسيقية. قلنا زي بيانو، زي فيولون، زي جيتار، زي ترومبيت، زي اورج. وقلنا نفس الافعال في نفس الارتيكل كونتراكتي دو دو لا دو الى بصرف دي مع فيرب فير يجي بعديهم اله لعبه رياضيه سواء بكوره او من غير كوره. او جي في دو تنس، جي في de la natation, je fais de l'escrime, je fais du basket, وهكذا. مجرد ان انا اعرف انواع الرياضات مذكر مؤنث بدا مغير مفرد او جمع هستخدم الارتيكل الكونتراكت بتاعي. طب انا دلوقتي عندي فيرب جوي. بالمره احنا قلنا فيرب جوي ياخد دو ودو لا ودو الا اصرف. طيب ما يجيش معاه رياضات؟ لا يجي معاه رياضات، بس مش هيستخدم ديو دو لا ودو الا بصرف دي. وما نستخدم ايه؟ هنحطها هنا كده نقول ان فيرب جوي لازم يجي مع دي بعديه رياضه بكره. يعني ما ينفعش اقول رياضه زي السباحه. وفي الحاله دي الرياضه بكره حرف الجر هنا هيبقى مختلف، هيبقى او او وانا. وكل الرياضات اللي هي بالكرة مفيش غير رياضة واحدة بس اللي هي مؤنث اللي هي رياضة بيتانك اللي هي الكرة الحديدية اسمها بيتانك. يبقى أقول جي جو على بيتانك. لكن عندي بقى بينج بونج، باسكت بول، فولي بول، هاند بول، تنس. كل الرياضات دي تعتبر رياضات بكرة. ففي الحالة دي بقول جوي أو وأكمل بقى فوتبول جوي على بيتونك مفيش غيرها، تمام؟ طب فيرب جوي يجي معاه حاجات تانية بقى، ما دام اتكلمنا على فيرب جوي غير الرياضات، إيه هي بقى؟ عندي اللي هي جو فيديو، ألعاب الفيديو، اسمها إيه؟ جو فيديو، إحنا بنتكلم على الأفعال بتاعة المنهج، كلمات المنهج، وارتباطها بحروف الجر مع بعض، تمام؟ جوي لو هتكلم على إشاكة اللي هي رياضة لعبة الشطرنج اسمها ايه؟ إشاكة، تمام؟ أو بتكلم على رياضة ألعاب الفيديو جو فيديو، تمام؟ هنا حرف الجر هيختلف. إشاكة هنبص اللي هي جمع، يبقى حرف الجر هنا هيختلف هيبقى أو. طب وجو فيديو برضه جمع، حرف الجر هيبقى أو. الله، يبقى فيرب جوي اشتغل معايا في الرياضات. قلنا يجي بعديه رياضه الكوره، ولو رياضه دي مذكر هقول جوي او او الا. ما فيش غير بيتانك اللي هي الكره الحديديه اللي هي مؤنث. جميع الرياضات اللي بالكوره مذكر، فوتبول، فولي بول، هاند بول، باسكت بول، وهكذا. طب فيرب جوي يجي معاه كمان؟ يجي معاه الالعاب الترفيهيه زي ايشيك اللي هي الشطرنج، وبما انها جامعه هتاخد حرف جر او. كمان جو فيديو اللي هي العاب الفيديو بما انها جامعه هتاخد حرف جر برضه ايه؟ برضه.
هو. يبقى فيرم جوي استخدمناه مع الآلات الموسيقية، بس كان يسبق الآلة الموسيقية ديو دو لا دو إلا بوسو دي. فيرم جوي استخدمناه مع الألعاب الترفيهية اللي هم إيه؟ اللي هم إيشاك وشو فيديو وخد حرف الجر وفي الاثنين علشان الاثنين جر. بس خدوا بالكم، إذا اللعبة دي سبق محدد، يعني محدد يعني مثلا دي عندي جو فيديو فك جه قبليها دي، الحاله دي بيتغير حرف الجر من 10 اقول حرف الجر او بيتحول الى ا. جوي ا دي جو فيديو، جوي ا دي جو فيديو. ايه اللي خلاها بقى ما بقتش او؟ وجود دي بقى هنا اسمه محدد، يعني ده محدد سبق الاسم، ده بيمنع ان انا استخدم نفس حرف الجر اللي هو. طب لو شلنا او دي يبقى حرف الجر هيتغير، هيبقى او. تمام. طيب نرجع بقى للكلام بتاعنا الاساسي اللي احنا بنتكلم عليه، ونروح للوحده الرابعه. هنلاقي برضو دي دو لا دو الا اسر دي، بس المره دي هيبقوا مرتبطين بفيرب اسمه فيرب ديسوندر. فيرب اسمه ديسوندر. يعني ايه ديسوندر؟ يعني ينزل. ديسوندر يعني ايه؟ ينزل. بما ان الوحده الرابعه بتتكلم عن وسائل المواصلات، فانا عندي جميع وسائل المواصلات الموجوده في المنهج. عندي مثلا باتو، باتو يعني اللي هي السفينه، وعندي تاكسي هو التاكسي، وعندي بيوس هو الاتوبيس. كل دي وسائل مواصلات. طيب احنا هيقول ينزل من، ينزل من، يبقى هنا من هنا هتكون دي دو لا دو الا بالسونتي. يبقى فيرب ديسوندر يجي بعديه الارتيكل كونتراكتي دول مع وسائل مواصلات باتو تاكسي بيوس اوتو. لا اوتوبيس لا مش هتنفع، عشان الاوتوبيس بدل الفويال هتيجي هنا مع دو ال ابوستروف. عندي كلمة تران، تران. عندي كلمة مترو اللي هو المترو. يبقى إذا فيرب ديسوندر يجي مع دو زائد وسيلة مواصلات، نفس برضه دي اللي احنا شفناهم في الوحدات الأمريكية. طب دولا، يبقى هنا دولا عايز حاجة مؤنث، دولا فواتور. طب حاجة دو إلا بصرف افيون اللي هي الطائره، جمع. تمام. نقول تاني يبقى فيرب ديسوندر هيجي برضو مع دي دو لا دو الا بصرف دي. نقول بقى الافعال كلها بقى اللي جت اللي جوه استخدمنا معاهم الارتيكل كونتراكت ايه دي دو لا دو الا بصرف دي. نبدا من الاول، هنلاقي فيرب فير، هنقول بقى فيرب فير ومعاه لعبه رياضيه لابد يسبقها دو دو لا دو الا اسلوب دي. طيب شفنا فيرب جوي ومعاه آلة موسيقية، يبقى برضو دو دو لا دو الا اسلوب دي. طيب شفنا فيرب اشيتي، شفنا فيرب اشيتي يشتري، ومانجي ياكل، و بوار يشرب، فولوار يريد، ومعاهم اكل وشرب هنستخدمنا برضو دي دو لا دو الا بصرف دي. لما جينا نتكلم عن وسائل المواصلات في الحصه الرابعه كان عندي فيرب ديسوندر، وديسوندر معناه ينزل، وعجيهم وسائل مواصلات برضو هستخدم دي دو لا دو الا بصرف دي. يبقى هنا القاعده اللي بتربط ما بين الوحدات كلها مهمه جدا جدا، والاسئله عليها تبقى متوقعه كتير لانها تعددت القواعد بتاعتها. بس حسب الفيرب يبقى لازم اكون عارف فيرب فين يجي معاه دي دو لا دو الا بصرف دي زائد لعبه رياضيه سواء بكره او بدون كره. فيرب جوي يجي بعد دي دو لا دو الا بصرف دي بس مع اله موسيقيه، ومش كل الالات الموسيقيه، الالات الموسيقيه مكرره عندنا بس. شفنا فيرب
manger, boire, prendre, vouloir, acheter. بيجي معاهم الفيض والعاد وإلا مصرف دي. وبعدين مأكولات أو مشروبات. سواء برودوي ليتيي أو برودوي سوفلي أو فروي لجوم أو ماتير جراس. يعني ماتير جراس يعني المواد الدهنية. زي إيه؟ زي لويل الزيت. زي لوبر الزبدة. طيب رجعنا بنرجع بقى نقول خلاص أنا كده عندي دول لازم أذكرهم كويس وأذكر الفوكابيولار الخاص بيهم بتاع كل واحدة. يبقى أنا كده ده سؤال مهم جدا جدا جدا. نيجي بقى والقاعدة مرتبطة بالكلمات المنهى ومرتبطة بأفعال المنهى. طب لو أنا بقى جالي أفعال زي إيمي أدوري بريفيري ديتستي براتيكي. طب هما دول أفعال اللي احنا خدناهم. اتكلمنا على فيرب عليه، اتكلمنا على فيرب فير، فيرب عليه وفيرب فير وفيرب جوي وفيرب ديسمبر ومانجي وبولوار وبوفوار وبوار وعشتي. جبنا سيري دول؟ لا. اذا دول يوم قاعدتين بمعنى ايه؟ اقول مثلا ايه؟ جيم فوتبول. ممكن نقولها فوتبول، ممكن نقولها فوتبال. طب هنا بقى لو قال لي اختار لو دو أو اختار دولا أو لا. الأفعال دي اللي هي إيمين بريفيري أدوري براتيكي ديتستي ما يجيش معهم لا جي ولا دولا ولا دولا بصرف ولا دي. انت مجرد ما تشوف بكلمة هنا رياضة هتقول جي في البلاط، انت متعود انك انت فاكر انها كده. لا بص بص على الفيرب. الفيرب هو اللي بيحدد الافعال دي يجي معاها لو لا. يعني الافعال دي هتاخد لو لا الا ابوستروف لي. ممكن تاخد كمان صفات الملكيه، ممكن تاخد صفات الاشاره. صفات الملكيه زي ماما ميتون تاتي سون ساسي نوتر نوتر نو. اقول مثلا ايه؟ جيم مون بير، جيم le fromage, j'aime le tennis, hein? J'aime ma mère. خلاص لكن ما يجيش معاهم الارتكل الكونتراكتي. اتفقنا؟ يبقى الافعال ايمي يحب، ادوري يعشق، ادوري بريفري يفضل، ديتستي يكره، براتيكي يعني يمارس. طيب ايه تاني بقى عندنا في منهجنا بيبقى مرتبط ببعض؟ حضراتكم بقى الارتيكل بارتيتيف الكونتراكتي اللي احنا قلنا عليها اللي هو دو ودولا ودو الابوسترو ودي برضو مازال ليهم دور معانا. كل دول ممكن استخدم بدلهم حاجه واحده بس، هي يا اما دو يا اما دو ابوسترو. طب ازاي؟ قلنا الحكايه دي لا استخدم دو دو ابوسترو في حالات معينه. في حالات ايه؟ معينه. وهنقول امثله علشان نوضح. جو ne bois pas نوت كافي. انا شفت فيرب بوار، احنا من شويه قلنا فيرب بوار من الافعال اللي معاها جي دو لا دو الا بصر دي بس في الاثبات. طب في النفي؟ في النفي بقى هيبقى دو. يبقى انا هختار دو ولا دو ولا لو ولا لا ولا دو ابوستروف. طيب هنا في نفي،
يبقى خلاص، يبقى دول في حاله النفي وحولوا الى دو او دوس. تمام، في حاله النفي يحولوا الى دو او دوس، دي اول حاجه. طب هما بيحولوا في حالات تانية غير كده؟ في النفي لا، حاجه تانية مش نفي. امال ايه هي بقى؟ اما اقول مثلا جو مانج بوكو نوت فروي او بوم، بوم يعني تفاح. طيب انت قلت مانج، احنا قلنا مانجي ان الافعال يجي معاها تيجي ولاد والى بصرتي، بس بشرط ما يكونش فيه الكميات الكلمات بتدل على كميات غير محدده. يعني انا هستخدم دو بدل دي دولار ولا اصرف دو في حاله النفي. طيب وكمان لما يكون عندي، لما يكون عندي الاتي بوكو كلمات الداله على الكميات الغير محدوده، ترو اسي اوتون بلو موا، وكمان بوكو، وكمان كومبيان، كمان معاهم كومبيان. نقول بقى تاني، يبقى امتى، امتى دو دولار دو الا بصرف دو يحول الى دو او دو بصرف في حاله النفي. مثال اهو جو بوا با كافي، يبقى الاختيار دو. الحاله الثانيه لما يكون قبل الكلمه اللي هي زي بوم مثلا، كلمه بوكو، بو بوكو يعني كثير، بو يعني قليل، ترو يعني زيادة من، أسي كفاية من، أوتون عدد مساوي، بلي أكثر، موا أقل، وأداة الاستفهام اللي هي الكومبيان. كل اللي دول يجي معاهم دو بس، ما يجيش لا دو ولا دولا ولا دو إلا بس. يبقى هنا هختار إيه؟ ها؟ جو مانج بوكو، برضه هحط هنا هختار دو. طب دي جمع؟ لا، عشان في بوكو فهتتحول إلى دو. في حاجات تانية غير دول؟ في حاجات تانية. اللي هم ايه بقى؟ نرجع بقى كده، قلنا اتكلمنا على اربع حاجات اللي هم الارتيكل كونتراكتيف، وشوفنا استخداماتهم في الوحده الاولى مع افعال ايه، واستخداماتهم في الوحده الثانيه والوحده الرابعه. دي حاجه مهمه جدا لان هي موجوده في ثلاث وحدات مرتبطه بالافعال كلها. في حاجه ثانيه بقى مهمه جدا، في افعال مرتبطة بكلمات، وده موجود في الوحدة الثانية. كلمات دي مرتبطة بالمشاعر والأحاسيس. بمعنى ايه؟ لو انا بتكلم على verb avoir و verb aller و verb être، ثلاث افعال دول كلنا عارفين ان دول افعال مجموعة ثالثة ودرسناهم من اولى ثانوي، وافعال سهله قوي. ممكن يقولي في سؤال مربك ازاي؟ يعني مثلا لو مثال بيقول مثلا ال ف، وراح حطيت التصريف فيرب افوار ا، ودي هتبقى اجابه صحيحه لان الفيرب كده تصريفه مع ال هو صح. وممكن يحط لي فا تصريفه مع ال ا مظبوط، ممكن يحط لي ايه تصريف فيرب اتر هو مظبوط بقى. فانت مربك لاني انا لو حافظ تصريف فيرب افوار مع ال هختار وحافظ تصريف فيرب علي مع ال هختار فا، وحافظ تصريف فيرب اتر مع ال هختار ايه. طب التلاته صح، ايه الحاجه اللي بتحدد لي انهي فيرب؟ خدوا بالك، كلمه اللي بعد اللي هنا كلمة فا، كلمة فا، الكلمات دي
لغايه الاهميه لان هي بتكون دليل على نوع الفيرب اللي هي قبلها. طب هو القاعده بتقول ايه؟ القاعده بتقول ان مع فعل افوار هستخدم الكلمات دي اللي هي ايه؟ ف وفا يعني جوعان، صواف صواف يعني عطشان، وبر يعني خائف، مال عنده ألم. كل كلماتي بتدل على اللي المشاعر والأحاسيس اللي هي فا عن صواف عطشان، بر خائف، مال ألم عنده وجع، وأنفي envie de urine. إلى envie de urine. كمان froid بردان، أفوار froid، وشو حران. يبقى نشوف بقى عندي شو froid envie faim soif peur mal. وكمان كلمة de la fièvre، fièvre يعني حمى أو سخونية. نعدهم كده هنلاقي كلمات كتير مع غير بقى افوار. طب لو انا مش عارف الكلمات دي هاجي عند سؤال كده مش عارف احل، هلاقي هنا ايه؟ ادي كلمه فا، وفا هنا دول بيجوا مع فيرب ايه؟ افوار. يبقى انا هختار على طول الا فا. لو مش مذاكر الكلمات دي يبقى هاجي عند السؤال ده وهقف مش عارف اجاوب. وبالتالي لازم الكلمات دي تفهم كويس قوي قوي، ويتعرف شكلها كويس قوي قوي، يتحفظ معانيهم كمان. طب نروح بقى لفيرب عليه. انا هشيل فا، هشيل كلمه فا اللي هي دي، واحط بدلها كلمه فا. هقول كلمه بيا. كلمه ايه؟ بيا. هنختار ايه برضه؟ احنا اخترنا هنا كان لما كان في كلمه فا اللي هو مع افوار. طب هنا بقى بيان دي ايه الفيرب اللي يجي قبلها؟ هو فيرب عليه. هو فيرب ايه؟ عليه. يبقى عليه هنا انا هربطه بايه؟ بيان، وفي كلمه ثانيه ميو. كلمتين دول هم الموجودين عندي في المنهج كله. عرفتهم؟ خلاص يبقى السؤال ده انا حفظته كويس. طب انا هنا كاتب ايه؟ بيان. وبيان بيجي مع فيرب ايه؟ فيرب عليه. يبقى على طول هختار الفا بيان. واضحه؟ تمام؟ يبقى انا ليه هنا هختار فا؟ عشان كلمة بيان موجودة في الايه؟ في السؤال. طب نشيل بيان، حط بدالها كلمة تانية. نقول ايه مثلا؟ مرض. مرض. هنختار ايه؟ مش هتنفع بقى فا، لأن احنا قلنا فا هيجي معاها كلمات زي بيان وميو. ميو يعني أفضل، وبيان يعني كويس. بقول الفا بيان ايه كويس؟ الفاميو هي بقت افضل. تمام؟ ايه بقى الكلمات اللي هترتبط بفعلات؟ عندي كلمه مراد، فاتيجي، وكل الكلمات دي مرت علينا في سنه ثانيه وموجوده في ثالثه. ايبويزي. ايبويزي يعني منهك. مراد، فاتيجي، ايبويزي، ايرو، ايرو سعيد. كمان اون فورم في كامل اللياقه البدنيه. عندي كمان اون بون سانتي بصحه جيده. كل الكلمات دي مرتبطه بفيرب. فيرب ايه؟ طب انا شفت ايه هنا بقى؟ شفت كلمه مرض، يبقى اختار فيرب. تمام؟ يبقى نرجع بقى نقول ان عندي، طبعا انا بتكلم النهارده على الافعال وادوات المضغمه اللي هي ديو دراو دي لا بصرف دي، وقلنا الامثله وربطناهم بكلمات المنهج في الوحده الاولى في الوحده الثانيه في الوحده الثالثه. دخلنا بقى في الافعال والافعال، والثلاث افعال دول موجودين عندي في الوحده الثانيه. تمام؟ مرتبطين بكلمات تدل على المشاعر والاحاسيس. ايه الكلمات تيجي مع فيرب افار؟ قلنا ايه الكلمات اللي بتيجي مع فيرب افار اللي هي ايه؟ اللي هي شو حران، فروا بردان، انفي دو يريد، فا جوعان، سواف عطشان، بير
خائف مال يعني عنده ألم دولا فيفر حمى أو سخونية. طب إيه الأفعال إيه الكلمات اللي تيجي مع فيرب علي بيها ومير؟ طب فيرب أتر مالاد فاتيجي بيزي رو أم فورم أم بون سانتي. طب في حاجة بقى تانية اسمها قاعدة سي شرطية. في قاعدة سي شرطية برضو دي مرتبطة بالزمن المضارع، وممكن أو أوي يدخل كلمات اللي هي دالة على الأحاسيس والمشاعر. زي نشوف الأول قاعدة سي شرطية. قاعدة سي بتقول إن سي اللي هي معناها لو أو إذا، في فرق ما بين سي كده وسي اللي يجي بعدها فيرجولا، في فرق ما بين سي اللي يجي بعدها فيرجولا، وفي فرق ما بين سي اللي هي اللي بنتكلم عنها دلوقتي قاعدة سي شرطية. دي معناها بلا ودي معناها لو أو إذا. احنا بنتكلم بقى عن دي ليه؟ تمام؟ برضو سي التانية دي مكررة علينا بس في حاجة تانية هشرحها. نشوف قاعدة سي. ادي سي بتقول فعل الشرط اللي بيجي بعديها هيجي في البريزون، ده المكرر هنا السنه. طب جواب الشرط اللي هو ممكن يكون هنا هيبقى في الامبراتيف، امبراتيف اللي هو الامر. يبقى قاعده سي حاجتي سي بريزون امبراتيف. تمام، سي بريزون امبراتيف. طيب هو ممكن الفرق ده يجي قبل سي ار؟ يعني ممكن يبقى في امبراتيف وسي بريزون، المهم يا سي لازم يجي بعدها الفيرب في البريزون. طب ممكن يدخل المشاعر والاحاسيس في القاعده دي؟ اه ممكن، ممكن. انا ما شرحتش الامبراتيف لكن هنتكلم كده. مثلا هقول مثلا بوا دولو، ده فعل امر كده، وابلو يعني اشرب ميه. تمام، سي تو سوف اي ولا ا ولا با. رجعنا بقى لايه؟ للمشاعر والاحاسيس، بس المره دي في قاعده سي. ها بيقول لي لو انت عطشان اشرب ميه، لو انت ايه؟ سوف يعني عطشان. طب هي صواب دي كانت تاخد، ما هو ده فيرب ايه؟ ده فيرب اتر. طب وده فيرب ايه؟ وده فيرب افار، وده فيرب عليه. الثلاثه متصرفين مع تو بطريقه صحيحه. اللي حافظ افعال مذاكر افعال كويس جدا جدا، بس مش هتفيده الحكايه دي هنا في الحته دي، لان الثلاثه هيبقوا صح. لكن لو مش مذاكر بقى وعارف ان صواف مرتبطه بفيرب افار مش عارف يحل. واضح؟ طب ممكن بقى غير مثال اقول ايه؟ mange mange tes sandwich، mange tes sandwich. si faim، نفس الاختيار كل سندوتشاتك لو انت faim. اللي مش عارف ان faim من ضمن الكلمات اللي داخله مع فيرب افوار مش هيفيده قوي حفظ الافعال دي، لان لو مش عارف مجموعه الكلمات اللي تيجي مع فيرب افوار ومجموعه الكلمات تيجي مع فيرب اتر والكلمات تيجي مع فيرب علي مش هيعرف. طبعا هتبقى سي تي اف لو انت تي اف، وهكذا. امثله بقى كتير. برون لو ميديكامون، خد الدواء. سي تو مرض، يبقى في الحاله دي هختار فيرب اتر. تمام. فا ليكول، فا او في دو سبور، في دو سبور. سي سي تو اي ان فورم، سي اي سي تو اي ان بون سانتي. يبقى انا بستخدم فيرب هنا اتر، لاني ان بون سانتي او ان فورم تعتبر الكلمات اللي محتاجه فيرب اتر، مش افوار ولا علي. طيب نشوف بقى سي التانية اللي قلنا عليها اللي هي بلا. قلنا احنا اتكلمنا على سي اللي هي الشرطية، اللي
اللي هو ميزه. طب سي الثانيه بقى اللي هي كده وبعديها فيرجل، هي مرتبطه بحاجه ثانيه اسمها وي، مرتبطه بحاجه ثالثه اسمها نو، ودول موجودين في الوحده الاولى في الدرس الثالث، في الوحده الاولى في الدرس الثالث. وقاعده مهمه جدا جدا جدا. طبعا سي هنا ما بقتش معناها لو او اذا، دي بقت بلا. بقت ايه؟ بلا. ايه بلا؟ بلا دي بنستخدمها لما يكون السؤال منفي، يعني واحد بيقول لي انت ما بتحبش تلعب كوره، فلو انا بحب العب كوره فانا عايز احول السؤال المنفي ده الى اجابه مثبته، اقول سي. طب لو انا ما بحبش العب كوره خلاص هقول نو. تمام. طب ايه الفرق بين سي وبين وي وبين نو؟ سي بنستخدمها للاجابه على سؤال منفي لغرض الاثبات. تاني يبقى سي هنا تمام سؤال منفي، منفي احوله الى ايه؟ الى اثبات. طب ونو؟ نو سؤال مثبت، سؤال مثبت. طب ممكن يبقى سؤال منفي، ممكن يبقى سؤال منفي. طب وي؟ لازم يبقى السؤال مثبت، ما ينفعش يكون سؤال منفي. طب احنا عشان نقدر نحفظها كويس او نفهمها كويس لازم ابص للايه؟ للسؤال. ماشي؟ اقول ايه مثلا؟ تيام لو فوتبول. تمام؟ السؤال ده مثبت ولا منفي؟ طبعا السؤال ده مثبت. يبقى انا لما يديني اختيارات هستبعد سي. هستبعد سي. لما اقول مثلا نقط جادور وقال لي اختار بقى ما بين ما بين وي وما بين نو وما بين سي. بكل بساطة اقرا السؤال كويس فهلاقي ان السؤال مثبت، يعني مش منفي. يبقى انا مش هاخد دي. يبقى دي خلاص. مش هاخدها. يبقى يا اما وي يا اما نو. طيب هو ينفع اقول وي او يعني حرية يعني مطلقة؟ لا. انت عندك في حاجة هو بيجبرك عليها، جادور. فاكرين لما قلنا جام تحب، جادور اعشق، جي دي تيست اكره، جي بريفير افضل. الافعال دي في غاية الأهمية. لما يقول لي جادور يبقى انا حبيبها، بتحب الكرة بعشقها. جادور يعني اعشق، اعشق. يبقى هنا هقول ايه؟ هقول نو. ما ينفعش. يبقى الإجابة هنا لازم تبقى ايه؟ لازم تبقى وي. تمام؟ طب ما هو ممكن بقى يقول لي هنا بدل دي، بدل جادور يشيلها ويقول لي جو ديتست، يعني يشيل جادور دي ويخليها جو ديتست. طب جو ديتست كده ينفع اقول هنا وي؟ لا طبعا ما ينفعش. واحد بيقول انت بتحب الكوره، اقول له انا بكرهها، يبقى اقول له انا بكرهها ولا اقول له لا؟ طبعا في الحاله دي هيبقى الاجابه، هيبقى الاجابه نو جو ديتست. اذا التوجيه هيكون منين؟ من بقيه الجمله. ناخد بالنا من الحكايه دي كويس. طيب تعال نلغي بقى السؤالين دول، او خلينا في نفس السؤال عشان نبقى فاهمين الايه؟ الاجابه كويس. ونيجي على ام هنا وننفيها. هنحط هنا نفي. tu n'aimes pas tu n'aimes pas le football، انت ما بتحبش الكره. جه عمل كده فقال لي جادور. هنا السؤال ايه؟ منفي. يبقى يجاب عليه يا اما بايه؟ وي. لا خلاص وي مستبعد. يا اما بنو يا اما بسي. طب هنا قال ايه؟ جادور. يبقى حول الايه؟ سؤال من صيغه يعني احنا السؤال منفي، انت ما بتحبش الايه؟ كره القدم. فهو غير في الاجابه، قال انا بعشقها. كلمه بعشق دي معناها انه هنا مش هينفع يقول نو. امال ايه اللي ينفع؟ ينفع يقول سي. يبقى الاجابه هنا سي. طب لو قال لو قال جو ديتست،
يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا ما ينفعش اقول سي. امال اقول ايه؟ ده بيكرهها. انا بقول له انت ما بتحبش الكره فقال انا بكرهها. يبقى يقول لي لا انا بكره. يبقى نو. يبقى عندنا ثلاث حاجات اللي هم وي ونو وسي، دول موجودين في الوحده الاولى. تمام. شفنا ارتكل كونتراكتين اللي هم جي دولاب الى بوسروب دي، وشفناهم في الوحده الاولى، شفناهم في الوحده الثانيه، شفناهم في الوحده الثالثه. والقواعد سهله قوي قوي، بس نربطها كلها مع بعضها عشان ما نتعبش فيها. كل ما احنا بنبقى عندنا مقدره ان احنا نشوف ايه اجزاء المنهج المكرره، على طول بنقدر ان احنا نستوعبها اكتر ونفهمها اكتر. خلاص عرفنا الارتكل كونتراكتين بيجوا مع فيرب ديساندر زائد وسيله مصدر، فيرب فير زائد لعبه رياضيه كره او من غير كره، ماكولات ومشروبات بس مع افعال معينه قلناها. و سعيد ان كنت معاك، وربنا يوفقك ويحفظك ويحفظ اسرك.